الشباب المقطع جاهز، توكل على الله. اوكي اسكي فولو مي سيستر باي سينج اشهد. الو فولو مي فولو مي سينج اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من ما شاء الله. Congratulations dear sisters. This Sheikh Ali, he wants to speak to you. Salam alaikum sister. Ulitin natin sa Tagalog ha. Hello po. Hello po. Sundan niyo lang po ako sa Tagalog po ay ganito. Ako'y sumasaksi. Na walang ibang Diyos. Nakarapat-dapat sambahin. Maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi. Na si Muhammad. Ay kanyang sugo. At lingkod. At ako'y sumasaksi. Na si Jesus. Ay isang salita. Na binanggit kay Maria. Isang sugo at lingkod ng Allah. Mashallah, tabarakallah. Welcome sa Islam. Mashallah. حياكم الله اخواني اخواتي مجددا. وش قصة هالفيديو يا اخواني؟ الحلقة الماضية الاسبوع الماضي كنا نتحدث نفس الموضوع باللغة الفلبينية التقالب. جانا اتصال من 3 أخوات مسلمات يريدن ان ينطقن الشهادة. لكن الوقت ما اسعفنا فمباشره بعد الخروج من الهواء نطقناهن الشهاده، فاحببنا ان تشاركون هذا المقطع. الله يثبتهم على الاسلام. شيخ حسن.